الزمالك مش ناوي يجيبها البر وماشي في الصفقات زي السكينة في الحلاوة، وبيفاجئ الكل بصفقة جديدة من العيار التقيل، ناشئ أرسنال وموهبة ليفربول هدد عرش صلاح وفتى كلوب المدلل. مين هو وفي إيه جريء؟ صفقة الزمالك الجديدة مفاجآت غير متوقعة. ملف الصفقات في الزمالك ما انتهش، وبعد الفوز بالسوبر القلعة البيضاء نفسها اتفتحت وبتفاجئ الجمهور بصفقة جديدة هتبقى قنبلة الموسم، وبيخلص اتفاقه مع موهبة ليفربول الإنجليزي اللي سبق وزامل محمد صلاح واتقال عنه فتى كلوب المدلل. بحسب التقارير إن إدارة الزمالك دخلت في الأيام اللي فاتت في مفاوضات جادة للتعاقد مع أوفي إيجاريا لاعب ليفربول وريدينج وأرسنال السابق، بعد توصية جوزيه جوميز المدير الفني لميت عقبة واللي سبق ودرب اللاعب في ريدينج ومعجب بيه وبإمكانياته. أوفي هيكون في القاهرة خلال ساعات وهينضم لتدريبات ميت عقبة علشان يشوف المدرب بشكل أكبر، وبعد كده يضمه رسميا للزمالك علشان يكون الصفقة السابعة اللي هتفاجئ الجماهير. بحسب كمان التقارير والمصادر المقربة من اللاعب إن إدارة ميت عقبة نجحت في التوصل لاتفاق نهائي مع أوفي إيجاريا وهيكون صفقة انتقال حر. لكن مين هو أوفي إيجاريا؟ موهبة ليفربول وصفقة الزمالك الجاية. إيجاريا صاحب 27 سنة بدأ مسيرته مع ناشئين أرسنال قبل ما ينتقل لصفوف الشباب بنادي ليفربول، وبعدها خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع أندية ساندرلاند ورينجرز الإسكتلندي وريدينج الإنجليزي اللي في النهاية اشتراه نهائياً في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليون يورو. وفي إيجاريا غادر صفوف ريدينج في يناير اللي فات وبقى من وقتها لاعب حر قبل ما يدخل في مفاوضات مع الزمالك وفقاً لطلب جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء واللي سبق وتولى تدريبه وقت ما كان ماسك نادي ريدينج. إيجاريا لعب في ريدينج 127 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 13 وخاض مع ليفربول 8 مباريات لم يحرز أو يصنع خلالهم أي هدف، وشارك إيجاريا مع رينجرز 28 مباراة أحرز خلالهم هدفين وصنع هدف آخر. كمان خاض مع ساندرلاند 11 مباراة أحرز خلالهم هدف واحد وشارك مع الفئات السنية لمنتخبات إنجلترا. المصادر في ميت عقبة كشفت مفاجأة عن ملف الصفقات وقالت إن الزمالك لسه مكمل في حسم أكتر من صفقة وناوي يفاجئ الكل بأسماء لاعبين أول مرة تتواجد في الدوري المصري وهتكون علامة فارقة في تاريخ الأندية المصرية. وقالت كمان المصادر إن إدارة ميت عقبة ماشية بخطة محكمة علشان تتجنب أي أزمات مالية تانية أو إيقاف للقيد، والهدف عندها هو نهاية أزمات الزمالك كلها خلال فترة المجلس الحالي. وقالت كمان المصادر إن صفقة إيجاريا لسه هتتحسن في الساعات الجاية خصوصا لما يشوف المدرب عن قرب في التدريبات ويتأكد إن لسه مستواه زي ما هو. لكن يا ترى هل ممكن يتألق إيجاريا مع الزمالك ويكون صفقة القرن في ميت عقبة ولا لأ؟ خلينا نشوف.